نسينا ولا بننسى شارع وحارة ودار، ولا طابون هاستي ولا زيتونة الختيار. ما نسينا ولا بننسى شارع وحارة ودار، ولا طابون هاستي ولا زيتونة الختيار. ما نسينا زيتات الدهر خوابي ملان بدار، ولا الحصاد من بدري للبيدر يلم غمار. ما نسينا ليالي الصيف والسهرة بعلالينا، ديوان الكرم للضيف والخير بأراضينا. ما نسينا ليالي الصيف والسهرة بعلالينا، ديوان الكرم للضيف والخير بأراضينا. ما نسينا زريف الطول عتابة جنو يرغول، ست بتفتل المفتول وتبكي عباب الدور. الأسير محمد عبد الباسط الحروب من بلدة دير سامت غرب مدينة دورة جنوب محافظة الخليل، حكم عليه بالسجن الفعلي 4 مؤبدات ودفع غرامة مالية بقيمة 750,000 شيكل، بعدما تم إدانته بقتل مستوطنين 2 وإصابة نحو 10 آخرين خلال عملية إطلاق نار قرب الخليل عام 2015. نفذ الحروب عمليتي إطلاق نار ودهس مزدوجتين قرب مفترق عتسيون شمال الخليل عام 2015، قتل فيها 3 مستوطنين وأصاب نحو 10 آخرين في 22 نوفمبر عام 2015، تمكن الاحتلال بعدها من اعتقاله. هدم الاحتلال منزل عيلته وطالبت النيابة العسكرية بإصدار حكم 10 مؤبدات بحق الأسير بعد قيامه بتنفيذ عملية عتسيون. قام الحروب الذي تسلح برشاش عوزي بالتجاوز عن عدة مركبات أثناء اكتظاظ مروري على مفرق جوش عتسيون، وبدأ بإطلاق النار على حافلة كانت تقل مستوطنين، ثم واصل سيره وأطلق النار على مركبات أخرى، ما تسبب بمقتل 2 من المستوطنين وإصابة 4 آخرين. خلال العملية صدمت مركبة المنفذ بمركبات أخرى وأصيب بجراح، وجرى اعتقاله في المكان على يد جيش الاحتلال. حكم بالمؤبد 4 مرات، غرامة مالية 7,500,000 شيكل، ثم هدم للبيت، ثم اعتقال إداري للوالد، تلاه اعتقال آخر، والحكاية لم تنتهي بعد مع صاحب شمس مجد حلقة هذا اليوم من برنامج شموس المجد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شموس المجد في حضرة عائلة الأسير محمد عبد الباسط الحروب ابن بلدة دير سامت الواقعة إلى الغرب من مدينة دورة جنوب محافظة الخليل. نلتقي في حضرة عائلته مع والده ووالدته والإخوة والأحفاد أيضا، ويسعدني مباشرة أن أرحب بوالدة محمد أم الأمير. أم أمير برحب بحضرتك، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسعدك. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ الحمد لله. الأمور طيبة إن شاء الله. الحمد لله. الهمة قوية. الحمد لله. بتقولي لي المعنويات عالية إن شاء الله. الحمد لله فوق الريح. الحمد لله دائما وأبدا إن شاء الله. لما بنحكي عن محمد الابن الهادي بس الشرس في نفس الوقت، تمام؟ محمد شو ترتيبه في الولاد عندك؟ واحكي لي شوي عن محمد لو سمحتي. محمد كان هادي لأبعد الحدود وحنون، بس بنفس الوقت لما بعصب ما بشوفش حدا قدامه. شرس ها؟ شرس مش طبيعي. أسد. أسد ما شاء الله عليه. أسد الله يحماه. ومحمد كان يحب الولاد الصغار كتير وحنون حتى على خواته. أنا رحت زرته مبارح أول ما سألني إلا عن خواته. حتى خواته بناتي وبنات أبوه. يعني سؤال أبوه سألني ما خلاش على حدا إلا سأل. ولما بتصل بقول لي كيف الحارة، كيف كل الأخبار جديدة، بقول له كل شيء حطت إيدك لسه. في تغيرات شوية يعني في الحارة، بس ما في شيء تطور جديد. يعني محمد انحكم 4 مؤبدات، صار له أعتقد 6-7 سنوات بالسجن تقريبا. 19-11 بطبق 7 سنين. 7 سنين. قديش تغير محمد في 7 سنين؟ الابن قد ما يتغير على الام يمكن صعب يتغير ولا لا؟ لا بتغيرش على ابنه.
مستحيل. بس شخصيته حتى هو بعدها شخصيته زي ما هو زي ما هو مش متغير يعني في إشي، بس حليان زيادة شوي. هلا هو حلو صار أحلى بزيادة. هو حلو وأحلى بزيادة. حكيت لي في طبخة كان يكرهها قبل ما ينحبس وصاير يأكلها جوا. كان يكره أكتر إشي الباذنجان المحشي. كنت لما أطبخه يغلبني أحشي ويجي كشره ويكب الكشر ويأكل الحشوة. هسه بروح بفر على قسام بكله بشتري من الشباب الباذنجان عشان ياكل باذنجان. عشان ياكل باذنجان. تفاجأت لما هو حكى لي، قلت له معقول؟ بقول لي سبحان الله، سجن بغير ولا لا؟ ما شاء الله. كان يحب اني اعمل له حلويات وهيك. هسه بقول لي يما انا صرت اشطر منك بالحلو، دير بالك. حلو جميل. هسه انا معي صنعه يعني كوفير يعني بقص وصبغات وهيك، اسم الله عليه. هسه هو بيحلق للشباب جوا. يعني محمد بنافسك بالحلويات؟ حتى الأسرة اللي طلعوا من ما هو بيحكوا لي، بقول لي هسه انت بالصف على جنب انا بدي اصير. يعني بنافسك بالحلويات وبنافسك بالكافير كمان. كمان جميل جميل جدا. اكثر يعني بحكي لي هسه انت بدك تصف على جنب، انا صرت اشطر منك. قلت له انا اللي بعلمك مش انت بدك تعلمني. اكثر طبخه كان يحبها محمد ايش هي؟ الباذنجان كان يكرهها. كان أكثر إشي، أنا أكثر إشي يحب البندورة الكلي، ويجيب الفلفل يكليه ويدقه ويحط عليه الليمون والثوم سندويش يعمله ويأكله. عن جن أنا لأني بكره إشي اسمه فلفل. طيب كان يحبه بعشقه عشقه. شو مخططة لمحمد براسك؟ قبل ما أحكي شو مخططة لمحمد براسك، محمد محكوم 4 مؤبدات مزبوط. قديش انت على قناعة انه محمد رح يروح بيوم من الايام؟ قديش انت على قناعة انه انت عمالك بترتبي لترويح تطلعت محمد؟ انا بدك الصراحة كل شهر عن شهر بقول الشهر هذا، كل سنة عن سنة بقول اخر السنة، وان شاء الله ان شاء الله يعني املنا في ربنا كبير ان شاء الله انهم سنة الجاي بيكونوا عندنا. انت هيك مخططة؟ انا كل سنة هيك في بالي. بس انه يقض 10 سنين جوا ولا هلا صار له 7 هو. هسه صار له 7 ان شاء الله. يعني هي اخر سنة. يعني انت معطيتهم لغاية 10 بعد؟ لا ولا يا رايحين يوصلوا ان شاء الله ال10. حلو ولا راح يوصلوا ال10؟ انا هيك احساسي وتفاؤل. واحساس الام بخيبش بقوله ان شاء الله. ان شاء الله. شو مجهزة لمحمد على الترويح ان شاء الله؟ يو هي اليو هاي ما هاي وراها. جاهزين كل شيء بدي اعمله محمد. كل شيء. كل شيء في نفسه بده يتصوره. ربنا يهدي البال ان شاء الله وفرج الكرب باذن الله تعالى. نروح لابو الامير. ابو الامير الله يعطيك الصحه والعافيه. ام محمد بتقول لك فيش مجال، يعني هاي اخر سنه، السنه اللي بعديها. يعني قديش يعني موقن انت ومؤمن انه محمد رح يروح ان شاء الله؟ اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بوجه رسالي من خلال برنامجكم لجميع الأسرة، وبقول لهم انه الفرج قريب وبات قاب قوسين او ادنى. الفرج ان شاء الله قريب ان شاء الله، وهذا عهد ووعد من الله سبحانه وتعالى. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وان شاء الله قريب تكون الرجعه. لكن أنا بدي أضيف كلمات اللي تحدثت فيهن أم محمد عن سلوك محمد وعن صبا وطفولته وعن أشياء كثيرة. على أنت يعني بس قبل ما تحكي لي عن سلوك محمد، أنت بسم الله ما شاء الله متزوج 3 نساء. بسم الله ما شاء الله. انطق على الخشب. يعني قديش عند أبو الأمير أبناء وأحفاد اليوم؟ نبلش بالأبناء، سيبك من الأحفاد. يعني الأبناء والأحفاد تقريبا 55 واحد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله جميل. من ال 55 واحد، بعيدا عن انه محمد بالسجن ومحكوم 4 مؤبدات، نشعر انه اقرب واحد لك محمد. محمد كان 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 الاقرب لك كمان قبل ما ينسجن. يعني صراحه يعني وحقيقه لا تقبل التاويل انه كان محمد هو في البدايه وقبل كل شيء هو الاساس. يعني كان ذراع اليمين وكان مميز بين اخوته. يعني كان مميز لدرجه لانه انسان عقلاني بفهم، يعني بقدر الامور بضع الامور في نصابها. كثير يعني اشياء كنت اعتمد عليه فيها وينجزها وما شاء الله. يعني ما كانش مغلبك محمد؟ لا لا لا، محمد بالنسبه له للامانه يعني اقول لك حاجه واحده، انا جوزت اخوي له اللي هو موسى وجوزت خضر، وكنت في مرحله بناء كان هو يشرف على البناء، وكان هو
يدفع للعمال، هو يشتري مواد البناء، يعني كثير من من مصغر ومتحمل. كنت أشتغل في الذهب، كنت أشتغل في الذهب، أنا خليه يبيع لي ويشتري لي ويجيب لي ويودي لي، يعني الأمانة كان مريحني لأبعد الحدود. بس يعني أنا بدي أذكر حادثة بسيطة، يعني مرة حصلت مشكلة، يعني مشكلة هاي صارت في المدرسة بين وبين مدرس محمد، يعني كيف بيقولوها لا يقبل الضيم، ومناش نقول إن نحرج المعلم إنه هو ظلمه في شيء معين، لكن بصراحة أنا بروح للمعلم وبدي أتأسف للمعلم على سلوك محمد اللي كان يعني هيك عنيف بالنسبة للمدرس. حكى المدرس كلمات لازلت أذكرهن، قال ابنك إنسان قيادي وإنسان واعي، وأنا بقول لك حاجة واحدة، هذا مميز من بين إخوته. في صف كان محمد؟ كان في الصف الخامس، يعني لما حكى لك هذا الكلام لما حكى لي هذا الكلام كان يعني بقول لك قيادي، إنسان قيادي، أنا استغربت من الكلمات حتى ما أخذت إلهم بال. ومحمد يعني في كثير من المواقف كان عنيف جدا، عنيف جدا تجاه أي إنسان بظلم أو إنسان بتعدى على حقوق الآخرين، يعني مش حقه هو لنفسه حتى. يعني تصور أنت في أشياء أنا لاحظتها، يعني مثلا لو إنه واحد اعتدى على واحد وبغير حق كان يقف مع الإنسان هذا. بس فكاهي محمد. أكيد. نكتي يعني. فكاهي لا أبعد الحدود، ويعني. نكتي. يعني بصراحة. تنكيت يعني بخلد معك ينزل لما. شو في مواقف فيك فكاهة محمد؟ يعني أقول لك حاجة واحدة محمد، في كثير من المرات أنا لما تجوزت المرة الثالثة. اتفاجأت إنه محمد هو اللي. هو اللي بروح بطلب لي، يعني محمد طلب لك الثالث. طلب لي الثالث. خطابك. بقول له يابا انت تخطب لحالك يا ابني، انت جاي تخطب الي يعني؟ لا. بقول لي لا، ما هو انا بدي اقدمك مشان ادحج وراك. بقول لي مشان ادحج وراك. فكان يعني له مواقف كثيره، مواقف يعني للامانه انا افتقدها هذه المواقف. صحيح يعني عندي من الابناء الكثير الحمد لله، لكن محمد حصته كبيره، مميز وحصته كبيره. جميل. انت انسجنت بعد اعتقال محمد وهدم بيتكم، انسجنت مرتين. صح. الثنتين كانوا اعتقال اداري. الاعتقال الاول ما توفقت انك تلتقي بمحمد، اداره مصلحه السجون منعت. الاعتقال الثاني حصلت على قرار محكمه وعشت مع محمد 26 يوم بسجن ريمون. كيف كانت ال 26 يوم؟ صراحه انا يعني السجن الاولى ما وفقت زي ما تحدثت انت، السجن الثاني بعد قرار محكمي صح 26 يوم شهر، فهم بخصموا منهن السبت اليهود. ف 26 يوم، 26 يوم الحين بدناش نزعلوا هذا الصبي. اردوغان شو ماله؟ اردوغان يلا احكي، اردوغان احكي مع محمد. شو بدك تحكي لمحمد؟ هذا اخوه طبعا. يا رب يطلع بالسلام. يطلع بالسلامه. بتحب محمد انت وجميع الأسرة؟ طب يا رب. أردوغان اطلع علي، بتحب محمد أنت؟ كديش بتحبه؟ كثير كثير. بس يطلع محمد شو لك تعمل له؟ كيكة. كيكة. بتعرف تعمل كيكة أنت؟ شاطر بالكيك؟ شاطر؟ بطل أردوغان ما شاء الله عنه. اسمه أردوغان طبعا. اسمه أردوغان. فبقول لك إنه يعني كانت أجمل 26 يوم رغم إنهم في سجن، أجمل 26 يوم. حدثني عن لحظة اللقاء الأولى بمحمد. بصراحة يعني أول ما طلعنا من سجن عوفر وطلعنا، قالوا إنه في لك نقلية على سجن ريمون على ابنك محمد. كان المقرر إني أروح أنا على قسم 4 في البداية اللي هو قسم حماس، وأرجع عند ابن محمد. إلا إنه إدارة السجون ما طلت وقعدتني في الأمتناء لحد قبل التسكير بربع ساعة. فمحمد بقى يستنى، بقى يضحكوا عليه المساجين الأسرة الإخوة الأسرة، هاي أبوك أجا، هاي أبوك أجا، وهو يفط يعني يطلع هاي أبوك أجا، هاي أبوك أجا. أنا أول إشي بشكر الإخوة كلهم كامل، يعني جميع الأسرة، أسرة الإخواننا من حركة حماس اللي موجودين، على حسن الاستقبال، على حسن الضيافة. للأماني يعني شعرت إنه هيك المجتمع الحقيقي، هذا المجتمع الحقيقي اللي لازم يكون موجود سواء في داخل السجون أو خارج السجون. يعني أنت مع تسكيرة القسم دخلت على تقريبا، إلا أنه بيستنوا الشباب كلهم برا القسم، يعني برا الغرف بيستنوا وهو بيستنى. حقيقة أنه كان لقاء مؤثر جدا جدا.
اختلطت مشاعر الفرحة باللقاء مع مشاعر الحزن مع مشاعر يعني, وبكى كل القسم يعني. إذا بدي أقول لك يعني صراحة بكى كل القسم. وأسوأ يوم أنا يعني عشته اللي هو اليوم تركت فيه محمد, اليوم 26. أنا صمت عندهم 20 يوم وباقي كملت في عوفر باقي شهر رمضان. للأمانة إنه أسوأ يوم كان في حياتي إني لما فارق ابني. بكى القسم وأنا بكيت كمان, وحسيت إنه قطعة مني ترك التجربة. قديش موقن إنه هذا اللقاء رح يتكرر برا إن شاء الله؟ أنا على قناعة تامة, أنا على قناعة تامة إنه اللقاء هذا مش رايح يطول, ولقاء خارج هذا السجون ظالم أهله إن شاء الله يعني راح يكون قريب جدا 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 إن شاء الله. طيب إحنا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني كمية أبناء وأحفاد, أنت حكيت لي 55 لأولاد الأحفاد. 55 هذا جزء من يعني خلينا نقول في بنت أمورة شطورة اسمها شمس صح؟ كيف حالك يا شمس؟ أعطيها الميكروفون يا أبو الأمير. كيف حالك يا عمو؟ الحمد لله. إيش اسمك أنت؟ شمس. شمس إيش؟ شمس أيمن. شمس أيمن إيش؟ الحروب. ما شاء الله. بأي صف أنت بالروضة؟ شو أخذت بالروضة اليوم؟ اليوم رقم واحد أخذت. أخذت رقم واحد إن شاء الله بضلك واحد دائما يا عمو. شو تحكي لخال محمد؟ إن شاء الله تطلع في السلامة. وكمان هذا انت هاي اللبس الحلو اللي لبسيتها, شو هاي اللبس الحلو اللي لبسيتها؟ إيش هاي؟ عشان خال محمد لبسيتها. عشان خال محمد. وهاي شو الحطيتها هاي هون؟ شو اسمها هاي؟ ها ابتنحط على هنا عشان كوفية عشان خالو محمد لبسيتها. طيب ممتاز ما شاء الله. الأمورة الثانية هاش إيش اسمها؟ كاتيا. كاتيا كيف حالك؟ كويسة. كويسة. باي صف أنت؟ روضة. بالروضة. اليوم أخذت رقم واحد ولا اثنين؟ واحد. ما شاء الله. طيب شو طبعا كاتيا أخته لمحمد وشمس بنت أخته والثنتين جيل. ما شاء الله أبو محمد يعني مرتب الأمور بسم الله ما شاء الله. شو بتحب تحكي يا كاتيا لأخوك محمد؟ شو بدك تحكي؟ إن شاء الله تطلع من السجن. إن شاء الله يا رب. آمين إن شاء الله. يعني هذولا لما محمد انسجن يا أبو الأمير كانوا مولودين يعني شمس هذولا لا كانت شمس ولا كانت كاتيا. لما اعتقل محمد ما كان موجود. لما اعتقل كان موجود اللي هو أردوغان ولد ما كانش إله شهر تقريبا. أردوغان جميل. طيب نروح لحقي. حقي كيف حالك؟ اقعد جنب ابوك يلا يا بطل. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ حقي عبد الباسط. باي صف يا حقي؟ خامس. ما شاء الله شاطر بالمدرسه ما شاء الله. نعم. طيب شو بتحب تحكي لاخوك محمد؟ انا ان شاء الله بتطلع بالسلامه. شو في كمان رساله بدك تحكيها لمحمد؟ أنا أوجه كلامي لكاتائب القسام, حاولوا أن تحرروا جميع الأسرى وأخوي محمد من السجن إن شاء الله. إن شاء الله بروع عن قريب إن شاء الله. شو مجهز ليوم أردوغان حكى يعمل له كيكة؟ أنت شو بدك تعمل له؟ أنا أجيب له هدية. هدية شو الهدية ولا سر هاي؟ سر. خليها سر. تنو يطلع. خليها سر تمام. بدناش نحكي لحد عنها. يلا ممتاز. إيش اسمك يا أمورة أنت بسم الله ما شاء الله؟ اسمي غسق. ما شاء الله حتى اسمك حلو يا غسق كمان. شو هذا الحلو اللي لبسيته؟ هذا ثوب تراث. ثوب تراث. ليش لبسيته؟ عشان أخوي محمد. أخوك محمد. ما شاء الله. شو بتحب تحكي لمحمد؟ شو بدك تحكي لأخوك محمد؟ هذا أردوغان. أردوغان. أردوغان ورش. مشاغب أردوغان. يلا الحين نقرأ. يلا أردوغان. يلا يا غسق تفضل. خلي غسق تحكي وبعديها دورك. يلا. أنا بحب إنه يطلع أخوي محمد بالخير والسلامة. وأحب لما يطلع عبطها عبطة قوية. عبطة قوية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شو بدك يا أردوغان؟ يلا احكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله تبارك الله. هذا البطل إيش اسمه؟ تعال 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 هون تعال هون تعالوا اقعد هون. ايوه هذا ابنك ولا ابن ابن ابنك؟ ما شاء الله يعني هذا كان عمره اسبوع لما اعتقل محمد. ايش اسمك يا بطل؟ عبد الباسط امين غازر. اسمك عبد الباسط الحروب. كيف حالك يا عبد؟ باي صف انت؟
صف ثاني؟ لا صف أول. أول يلا مش بيننا أول ولا ثاني. طب مالك 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 زعلان؟ طب مالك زعلان؟ ها شو مالك زعلان؟ مش زعلان. مش زعلان؟ أوه. شو بتحكي لعم محمد؟ يلا. الله يفرجك. يفرج عليك. آمين يا رب. آمين. شكرا شكرا عبد الباسط. تعال أنت يا بطل كمان. تعال هون يلا تفضل. إيش اسمك أنت؟ عشان هيك تكونوا مشخصين على هذا ابنك ولا ابن ابنك يا ابو ابن ابنك. شو اسمك يا بطل؟ يزيد. يزيد ما شاء الله. في صف يزيد ثالث. صف ثالث شاطر بالمدرسة. شو أكثر مادة شاطر بيها؟ رياضيات إنجليزي عربي؟ في إيش شاطر أكثر إشي؟ في العربي. في العربي شاطر. طيب تمام. شو بتحب تحكي لعم محمد؟ بحب أحكي يا رب يطلع بالسلامة ويطلع كل الأسرة. آمين يا رب. اللهم آمين إن شاء الله. طب في عندي بطلين هون كمان. أعطونا يا الميكروفون هذا لو سمحت. يلا عندنا في أبطال اثنين هون. هذول الأبطال إيش اسمك أنت يا بطل؟ محمود. اسمك محمود. هذا بكون أخوه لا... ابن أخته. ابن أخته يعني خالك محمد. شو بتحب تحكي لخاله محمد؟ الله يفك كسر واسر الثاني. آمين. في صف أنت؟ أنا سادس. صف سادس. لما اعتقلوا خاله محمد نتذكر؟ بقيت أنا بس كنت صغير. لا بقيت وقبل يهد لا قبل يهدموها بقيت كمان لما هدموا. بس يوم هدموها بقيتش. يوم هدموها بقيتش. بقيتش أنا. بقيتش عندهم. يلا ربنا يجيب الخير إن شاء الله. أنت يا بطل شو اسمك؟ عبد الباسط. زي محمد لما بحسن يعني. في عادي زي محمد. شوف بيشبه خاله في العادات يعني. وهو شكليا بيشبه. ما شاء الله. إيش اسمك؟ عبد الباسط. كم عبد الباسط عندكم يا ابو الابيض؟ كلنا. يعني عبد الباسط كبير وصغير. خمسة ستة. طيب ايش بتحب تحكي لخاله حبيبي؟ الله يفك كسرك انت جميع الاسرى وان شاء الله تطلع بالسلامة ان شاء الله يا رب. انت يوم ما اعتقلوا خاله متذكر؟ بس قبل ما يعتقلوا باسبوعين. بقيت معاه. بقيت معاه. شو شرى لك يومها؟ وقتها لبسنا نظارة. لبستك نظارة متذكر يعني. ان شاء الله بروح قريبا ان شاء الله يا رب. شكرا شكرا يا عبد الباسط. طيب يعني مشاهدين الكرام هاي الجمعة الطيبة في حضرة الناس الصابرة المحتسبة ما بنملش منها الحقيقة. بدنا نطلع بعد شوي احنا وابو الامير ان شاء الله نتعرف شوي على تفاصيل المنطقة. بدنا نشوف البيت اللي انهدم. زي ما حكيت هاي العيلة 4 مؤبدات وهدم بيت والأهم الغرامة المالية 7.5 مليون شيكل. قلت أبو محمد بقول لك أبو محمد بقول لك هاليومين مندبرهن إن شاء الله في طار السخرية. بعد الفاصل أنا جولة إن شاء الله. تفضلوا بالبقاء معنا. إليك يا ولدي الحبيب تتزاحم الكلمات وتتلاطم المشاعر على شواطئ الحب والحنين وبين هذا الشوق وذاك الحنين أرى النور في آخر النفق كيف لا وهذا وعد الله يا ولدي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابني العزيز يا فلذة كبدي وعنواني بل أكثر من ذلك فأنت العشق والمعشوق وأنت الحب والحبيب. أشهد الله أنني لم أنساك ولو للحظة. أرجو من الله العزيز القدير ألا تتم هذه السنة إلا وقد تحررت أنت وإخوانك الأسرى من سجون الظلم. حبك عهد والحنين وعد وعشقك حق لا أتحرر منه كيف لا وأنت قلبي وعقلي وحياتي ذاكرتي تختزن الكثير من أيامي معك طفولتك وصباك. يا ولدي إني أحتسب بثي وحزني في سبيل الله. وأخيرا وليس آخرا أتمنى على الله أن يعجل بالفرج لك ولجميع الأسرى. قل متى هو عسى أن يكون قريبا بإذن الله. لك مني كل الحب والشوق والحنين وإلى لقاء قريب
خارج أسوار هذه السجون الظالم أهلها إن شاء الله. كملين معكم مشاهدينا الكرام في هاي الجولة بدير سامت، وبالمناسبة دير سامت هاي البلد اللي 6 من أبنائها محكومين بالمؤبدات داخل سجون الاحتلال، واحد منهم أخونا محمد اللي احنا في حضرة أسرته وعيلته هذا اليوم. أخوي أبو الأمير برحب فيك من جديد، قديش هاي المنطقة والجغرافيا اللي احنا موجودين فيها تغيرت بعد اعتقال محمد اللي صار له 7 سنوات اليوم؟ طبعا المنطقة هاي تغيرت كثيرا، يعني من حيث الإنشاءات اللي تم فيها السكن، المساكن الجديدة اللي شيدت في هاي الفترة خلال 7 سنوات اختلفت كثيرا، يعني وأقل ما يقال إنه اختلفت بنسبة فوق 60%، يعني نسبة كبيرة جدا. دليل على ذلك انت هذا البيت، طبعا هذا البيت هذا البيت الجديد اللي بعد ما انهدم البيت هذاك، طبعا هذا البيت الجديد اللي بنيناه مقابل البيت اللي طبعا انتوا البيت اللي احنا راح نتوجه له الان، في قرار ب يعني لا ممنوع تبني مكانه، ممنوع تعمر مظبوط. هذا هو، هذا قرار يعني ممنوع انك تبني وممنوع انك تعمروا هذا البيت. وصلوا 7 سنوات بنفس الآلية والشكل هو فيه. هدم ومصادرة بسموه هذا القرار، وكما كان في زمان اسمه قرار هدم، اليوم قرار هدم ومصادرة، وبنطبق على الحالات كثير، حالات كثير يعني. كم نفر كان؟ كم نفر كنتوا بالبيت اللي انهدم؟ كنا بالبيت عائلتين، كانت يعني حوالي 12 فرد موجود فيه. 12 فرد بالعائلة. أخوه خضر وأمه كمان كانت موجودة، لأن أنت عارف أنا متزوج 3 نساء، وبالتالي هذا يعني هذه كانت موجود لما محمد، الدار هذه كانت موجودة لما محمد قبل ما يسوي العملية. طبعا هذه الدار ما كانتش موجودة، اللي هي تم بنائها بعد قرار الهدم اللي تم صدر بحق البناية الثانية هذه اللي كانت ساكنة فيها أمه وأخوه خضر، طبعا بنت لهم والحمد لله عمرنا لهم الحمد لله. قديش انت بحكم انك انت روحت رجعت على السجن والتقيت محمد 26 يوم اللي حكيت عنهم، قديش بكون الأسير مشتاق يعرف اخبار برا، جغرافيا برا، الاشي اللي تغير برا؟ احنا هاي تفاصيل بنعتبرها تفاصيل عاديه يعني، بس اعتقد انه هذا اشي مهم عند الاسير يعني. اكيد هذا اشي مهم. يعني لما قعدنا مع محمد عن ايش سالك محمد عن المنطقه هون؟ يعني سالني اشياء كثيره وكلها تتعلق بالمنطقه وطبيعه المنطقه والناس اللي في المنطقه واهالي المنطقه، شو اخبارهم، شو يعني، هذول متشوقين انهم يسمعوا اخبار. ليش؟ المدد الحكم تبعهم حكم كبير جدا، بالتالي هذول الناس يعني مغيبين تماما. وانا هان بناشد وبقول للفصائل معيب عليكم انه 6000 اسير يظلوا في السجون، وخصوصا المؤبدات اللي قضي له 20 سنه فما فوق و15 و10 و30 و40 سنه، هذا معيب في حقه كفصائل. اذا انتم فصائل مقاومه لازم تتحركوا لتحريرهم باي ثمن. نعم، لأنه يعني من المعيب في حق شعبنا إنه، وبطالب الشعب الفلسطيني كذلك إنه يقف مع قضية الأسرى، لأنه هي النقطة الوحيدة في يعني البارزة في قضية فلسطين. إحنا صرنا على مشارف البيت اللي انهدم، بصراحة أخوي أبو الأمير لما إحنا نكون أو لما تطلع على هذا البيت اللي انهدم شو بتبادر لذهنك؟ أول إشي علامة عز وفخر، هي لا أنكرها ولا واحد منكرها، بصمة من بصمات التاريخ، علامة عز وفخر والحمد لله رب العالمين. أنا ابني ما راح لشخصه أو لذاته، ولا هو بدافع عن أرض يعني حاجة إله، لا بدافع عن الأقصى، بدافع عن الحرائر، بدافع عن أرضنا اللي سلبت ونهبت، وعن احتلال يقتل ويصادر وينكل بالشعب الفلسطيني. فهي هاي الأمور يعني إذا بدنا هو زي ما بتحكي علامة فخر وعز، بس كمان هذا البيت الذكريات، طفولة محمد، طفولة محمد عشت فيه سنوات، يعني هالذكريات، بس هاي كل الذكريات مع حجم المعاناة اللي بعانيه الشعب الفلسطيني لا تساوي شيء، لا تساوي شيء. احنا اليوم يعني أقول لك حاجة واحدة، يعني لازم يعني إذا إحنا بدنا نتطلع لحاجة واحدة بنتطلع لحاجة واحدة، إنه ما يعاني هذا الشعب من احتلال غاشم، سلب أرضه، سلب مقدراته، دنس مقدساته، قتل حرائقه، قتل أبنائه، كل هاي الأمور تهون علينا هاي الشغلات، لأن هاي مجرد حجر يعني. شو والدليل على ذلك هينا بنينا إحنا أحسن منه يعني بيت، بس بظل في ذكريات. صحيح أنت تعمدت أنك تبني بيت قبال هذا البيت؟ تأكيد هذا تعمدت على أساس هناك علامتين يعني
هي ميزه وهي ميزه. هذا البيت الجديد انه احنا مش رايحين نقف لحد هان وخلص انتهى وضعنا خلص يعني وقعدنا على الاطلال ونندب حظنا، لا، في منعمر، في من احنا موجودين هنا وجذورنا راسخه ولا يمكن باي حال من الاحوال ننهزم لهذا العدو. يعني شو متذكر عن يوم الهدم؟ والله كانت اليوم يوم شتويه، قبلها باسبوع اجوا اعطونا قرار، استأنفوا طبعا، استأنفوا على قرار الهدم، بعدين اجا لهم بيقولوا قرروا انهم يهدموا. طبعا ما بيعلموك عن اليوم اللي بدهم يجوا يهدموا فيه، كانت الدنيا شتويه واجوا وقوه كبيره، يعني قوه كبيره يعني لا يتصورها، وكانهم جايين يحتلوا منطقه. وطبعا اجت الجرافه وبدوا يهدموا من الجوة، طبعا الهدم تم من جوا بالمهدات تدمير جدران داخلية وبعدين تفجير أعتقد، وبعدها لا بالباقر الكبير وتفجير في الوسط، تفجير في الوسط. طيب إحنا الآن يعني على مشارف الدخول هذا البيت، كاتبين يوم الأسير الفلسطيني وفاء الأسرى اثنين، يعني أنتوا على أمل إن شاء الله إنه في صفقة جاية؟ إحنا مش نأمل بل متأكدين إن شاء الله إنه قريباً 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 راح يكون في تحرير لهذا الأسرى. ثقتنا بالله سبحانه وتعالى وثقتنا ثم بالمقاومة راح يكون يوم التحرير قريب إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هاي الرسومات أو الكتابات الموجودة يا أخوي أبو الأمير، لها دلالات بالنسبة لكم أنتم كعائلة أسير؟ أكيد هذا يعني أقول لك حاجة واحدة، يعني هذا انعمل يوم الأسير الفلسطيني في 17/2/2016 بعد اعتقال محمد، بعد العملية تبعته اللي هي في 19/11/2015، في 17/2 انعمل يوم الأسير الفلسطيني، 17/4 يوم الأسير الفلسطيني هنا، فإله دلالات ومعنى كبير. يعني غرفة محمد وين كانت بهذا البيت؟ هذه الغرفة طبعا، هذه الغرفة هاي غرفة محمد. كان مطلة غرفة مطلة يطلالي فيها يطلالي، هاي غرفة محمد مدمرينها أكثر إيش الغرفة. هو كله تدمير، يعني تدمير بحد ذاته، يعني تدمير سواء هنا أو هنا، بس في بيضل الواحد يعني حاجة واحدة إنه بتطلع إنه هاي كانت لمحمد، هاي الغرفة كانت لمحمد، وأنا قاعد محمد وأكل محمد وشرب محمد وجلس، وذكريات كثيرة، يعني ذكريات كثيرة، يعني هاي الأمور يعني ما بنساها الإنسان وبظلها متجذرة عنده. راح يرجع محمد لهذا البيت في اعتقالك؟ أكيد رايح يرجع، ورايح نرجع للأقصى محرر والأسرة محررين إن شاء الله قريبا. هذا كلام إحنا بنحكي إشعارات ولا؟ لا ولا هذا واقع. طلع مهما طالت المدة، مهما طالت المدة رايح كل واحد يصل لحقه، احنا اصحاب حق واصحاب ارض واصحاب عقيده، اصحاب عقيده اللي هو المسجد الاقصى اللي موجود في عقيدتنا في قراننا في كتابنا، لا يمكن ولا بايات حال الا نرجع، وهذا وعد رباني. يعني انت كوالد اسير محكوم 4 مؤبدات من داخل بيتك المهدوم، من غرفه او من امام الغرفه اللي ربي فيها محمد وكبر فيها محمد وترعرع فيها محمد، بتقول انه راجع محمد لهاي الغرفة ولهذا البيت؟ اكيد هذا الاشي ان شاء الله، وهذا قريبا ان شاء الله. انت مآمن ايمان قطع؟ هذا ما فيش فيه مجال للشك، اذا شكينا فيه احنا بنشك في كتاب ربنا، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثقة؟ ثقة هذا قرآن، لا يمكن لا انا ولا انت ننكره، اذا انكرنا احنا خرجنا عن الدين، وهذا وعد رباني، اذا احنا امنا بالله سبحانه وتعالى في وعد. طيب اسمح لي اختم الحلقه من غرفه محمد بس. حياك الله مشاهدينا الكرام، شكرا ابو الامير، شكرا جزيلا. حياك الله، ان شاء الله بنزوركم قريبا ومحمد مفرج ان شاء الله. من داخل هذه الغرفه نختم حلقه هذا اليوم من برنامج شموس المجد. هذه الغرفه المهدومه المدمره بجدرانها كما تشاهدون، لكن هذه الجدران إن سمح لها أن تتكلم يوما ما ستتكلم وستشهد على رجولة وشجاعة بطل هذه الحكاية وشمس مجد هذا اليوم، الأسير محمد عبد الواسط الحروب المحكوم بال4 مؤبدات والذي نفذ عملية عند مجمع غوشة عتسيون شمال الخليل، قتل خلالها 2 من المستوطنين وجرح آخرين أيضا. تقول عائلة محمد أنه سيعود
آجلا أم عاجلا هنا إلى هذا المنزل وإلى هذه الغرفة، وسنكمل المشوار وسنكمل مشوار الحياة بإذنه تعالى. هذا ما نسمعه دائما من كل أهالي الأسرى المحكومين بالمؤبدات الذين نلتقي بهم، ونحاول كثيرا أن نعطيهم المعنويات والدفع، لكن نكتشف أنهم هم من يعطوا المعنويات والأمل بأن القادم أجمل. شكرا لكم، نلتقي مع شمس مجد جديد الحلقة المقبلة الأسبوع القادم إن كتب الله لنا حياة. حتى ذلك الحين هذه تحية، إلى اللقاء.